سي محمد عمراني رئيس سمو لجنة مراكش، هنيئا يعني لكم الفوز اليوم، فوز في مباراة اللي تبعها ما يقولش مباراة الهوات، يقول مباراة ديال البرو ديال البطولة الاحترافية. بالنسبة كانت غيابات، ولكن الجميل في هذه المباراة اليوم هو الجمهور الكبير، الجمهور الميلوديا اللي عاش اليوم الأجواء ديال هذه المباراة. نتحدثوا بالنسبة بزاف ديال الأمور كانت تهضر في الكواليس، ولكن اليوم اللاعبين أبانوا عن كنقولوا حنا طرج اللي تم على كلمة. اولا كنشكر المنبر ديال مراكش الرياضية على هذا الالتفاتة، المنبر اللي كيواد بجميع انواع الرياضية وكيوصل الاخبار لجميع المشاهدين. اولا كيف ما تتبع الجمهور المراكشي وخاصة جمهور نادي مولودية مراكش، المقابلة ما كانتش سهلة. نادي مولودية مراكش فريق اللي يقولوا بدا كيرد شوي ديال الفريق ديالو في هذا القسم هذا، وخير دليل على ذلك الحضور ديال الجمهور والنتائج اللي حققنا، لان ماشي من السهل انك تحقق ثلاثه انتصارات متتاليه. هذا هو اللي زاد الضغط على اللاعبين، ولعبنا ضد فريق كبير، فريق اللي كنصفق عليه بحراره، فريق اللي عنده لاعبين جيدين. عانينا خلال المقابله وكانوا بعض الغيابات، والغياب الابرز هو الغياب ديال اللاعب احمد اجدتو اللي ترك واحد الفارغ في وسط الميدان. من هذا المنبر كنطلب من المراكشيين ومن جميع السلطات المحليه باش يدعموا الفرق المراكشيه ويمدوا لنا يد المساعده، لان راه وصل الدور السعود، ولحد الان حتى فريق ما تمنح حتى شي حاجه، راه اليد الواحده لا تصفق. وشكرا. سي محمد بلاتي قبل ما تمشي، بالنسبه قلت لنا واحد الكلمه في البدايه ديال البطوله، باقي في الاستعدادات انه الميلودي عنده الطلع، واش باقي ذاك الطموح؟ وحنا راه ماشي راه المخطط ديالنا هاد السنه ولا هو الصعود، وباقي غنبقاو حتى الاخير دوره كنصارعوا من اجل الصعود. وحنا باقي كنقولها، انا قلتها للمراكشيين وكنوعدهم ان نجم مولودية مراكش قلت غايقول الكلمه ديالو هاد السنه وغايحقق الصعود، ولما لا. شكرا.